مرحبا مرحبا، يعطيكم العافية. اليوم رح نعمل البرازق الشامية المقرمشة بطريقة محلات الحلويات. إذا أول مرة تشوفوا قناتي بتمنى دعمكم بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. بسم الله نبدأ. بوعاء كبير رح أحط كوب سمنة مذابة، ولازم السمنة تكون بدرجة حرارة الغرفة. بزيد عليهم كوبين طحين، بنزلهم على 6 دفعات لأضمن ما يتكتل معي الطحين وتعطيني العجينة أفضل نتيجة. ضفت معلقة صغيرة محلب مطحون ومعلقة كبيرة حليب بودرة، برجع بعجنهم. بعدها بدخل العجينة للثلاجة ربع ساعة لترتاح. تشربة العجينة راح تكون نص كوب مي وثلاث أرباع الكوب سكر، بحركهم مع بعض كتير منيح. ضفت السكر والمي على العجينة، وطريقة لم العجين لازم تكون من الأسفل للأعلى بأطراف الأصابع. وهيك بنكون وصلنا للقوام المطلوب. بدخل العجينة للثلاجة لساعتين أو أكثر، كل ما كانت المدة أكبر كل ما حصلنا على نتيجة أفضل. الآن رح أشتغل بالسمسم. رح أحتاج كوب سمسم محمص، رح أضيف له ربع كوب قطر ثقيل وأحركهم كتير منيح مع بعض، وهيك بنكون حصلنا على القوام المطلوب. جهزت العجينة وعملتها كرات صغيرة، وهلأ رح أحطها بالفستق الحلبي مع ضغط بسيط، وبعدها على الوجه الثاني بالسمسم بضغط لأوصل للارتفاع اللي بدي اياه للبرازق. والآن بدخل الصينية على رف حامي مسبقا من الأسفل، على الجف الأسفل، والحرارة تكون 160. وهيك وصفتنا لحلو اليوم صارت جاهزة. أطيب من هيك ريحة وطعم ما في، بنصحكم تجربوها. وبالعافية. بتمنى منكم دعمي بلايك للفيديو واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد.